طبعا خلونا نتكلم اكتر عن فعاليات الدوره الاخيره. معانا الاب بطرس دانيال رئيس المهرجان ومدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير على حضراتكم وعلى جميع مشاهدي قناتكم. يا اهلا بحضرتك. انا بشكر حضراتكم. احنا اللي اتشرفنا طبعا بوجود حضرتك معانا. عايزين نتكلم عن النسخه الاخيره، يعني احنا سنه عن سنه المهرجان شكله بيختلف وبيظهر بشكل الحقيقي يعني يليق بانه مهرجان بالفعل من اقدم المهرجانات في المنطقه. زي ما حضرتك قلت، احنا السنه دي احتفلنا ب 71 سنه للمهرجان، وده يعتبر اقدم مهرجان في الشرق الاوسط. مهرجاننا دايما بيعتمد على معايير اخلاقيه انسانيه فنيه، وكان في افتتاح الجمعه خمسه مجموعه تكريمات زي ما حضراتكم اتفضلت قلتوهم، وفي نفس الوقت عملنا على مدار اسبوع ندوات والافلام وندوات. كان افلام صراحه لان حسب معاييرنا ليها امتياز خاص، لان احنا عاده كنا بنعمل حسب اللوائح ان الافلام اللي بنختارها بتكون لعرض تجاريا. السنه دي استثنا، عملنا كمان تجاريا ومنصات وفيلم كامله اللي عرض فقط في مهرجانات لم يعرض ابدا لكم. طيب يا فندم، عدد الافلام اللي شاركت كانت قد ايه؟ ايه الفعاليات اللي بتصاحب المهرجان؟ احنا هي اكتر حاجه حضرتك بالافتتاح بيكون في تكريمات للرياده السينمائيه زي الفنان يحيى فخراني والفنان محمود حميده والفنان هناء الشرباجي والفنانه شور رمزي والفنان دوايز، خاصه الفنان مدحت صالح والاستاذ العم محمد علي والفنان سامي مغاوري، وعندنا كمان ابداع الفني دكتور مدحت العدل، وعندنا الاستاذ ايمن ابو المكارم والموسيقار هشام نزيه والناقد نادر عدلي. ودايما بنحرص على تكريم نجوم من الدراما. كانت الفنانه نيلي كريم عن دورها في فاتن عمل حربي، والفنان احمد امين عن دوره في جزيره الغمام، والتشجيعيه للفنانه الشابه سارة عمان. وبعدين الختام بقى حضرتك بيكون جوائز، اللي هو الجمعه اللي فاتت كانت جوائز كل اللي هي لجنه التحكيم اعلنتها، احسن ممثل احسن ممثله، وطبعا فيلم قمر 14 هو اللي حصد اكثر الجوائز. وعدد الافلام اللي كانت مشاركه يا فندم؟ خمس افلام. اخترنا فيلم الباب الاخضر، حدث في 2-3 حرب، ليله قمر 14 11 11، وفيلم كامله. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما. نورتنا يا فندم.